ورحمة الله تعالى وبركاته في يوم جديد وفيديو جديد مع أم أمين للإبداع. اليوم غنقدم لكم تشكيلة من لبسات صيفية. نبداو إن شاء الله بهاد جلابة كما شفتو معايا التوب كريب. الخدمة جات نازلة بالزمرد في هاد الأحجار في الوسط. وبالنسبه للكميم كيف شفتوا معايا مخدومين غير بالزمرد على شكل العقده، والقب حتى هو كذلك غير على شكل الحبكه. كندخلوا الزمرد وكنحبكوا، ولكن كنخدموا بالحرير باش كتجي الخدمه متوله ونقيه، كتمشي في نفس اللون ديال الجلابه. وكذلك درت تفتيحات في الجناب فيهم غير سنينات ودخلت الزمرد ما بين واحد ستة. انا رجعت معكم في اللبسه الثانيه، هي عباره عن قميص جوهره في لون بلو مارين. كما شفتوا معايا الوسط درنا لي غير غورميت نازله الخدمه حتى لتحت. الصيف دائما كيبغي الخدمه تكون خفيفه، والعنق كما شفتوا كول غون يعني كول دائري في هاد السنينات ديال الزوج. رجعوا للدروس الفيديوهات السابقه غتلقاو في هاد الخدمه والدرس. هاكما كما شفتوا معايا حتى هما فيهم هاد الدرس ديال جوج سنات. والوسط زينته بالاحجار والزمرد. تابعوا معايا الفيديو باش تشوفوا الطريقه ديال هاد التنبات، وغتشوفوا معايا حتى الزمرد كيفاش نبتته بواحد الطريقه غير بسيطه في الجلابه. انا رجعت معكم في اللبسه الثالثه، عباره عن قميص بجوهره في اللون الغوز. شوفوا معايا الخدمه غير بالكروشي، ولكن من بعد راه كتبان لي شافه كيكون الرانده. كل دائري صافي كتبقى ايفازي مسدوده من الوسط في هذا الكورميت ديال الكروشي نازل حتى لتحت. والكمين كما شفتوا معايا وتابعوا معايا باش تشوفوا التنبات ديال الاحجار. ممكن ديروا حتى العقيق هنا الزمرد نازل هنا توا نصف نازل على هذا الشكل، او تعمروا به هاد الثقوب. انا رجعت معكم في هاد القميص توب د الخيط. هو دو بياس، كاين القميص وكاين الجلابه. فضلت ندير هاد الخدمه بالرانده رقيقه لان الصيف كيبغي الخدمه تكون رقيقه. وزينته بالزمرد كيف شفتوا معايا الخدمه دائما كتبقى خفيفه ديال الصيف. وغادي تتابعوا معايا باش ممكن تطلعوا جلابه وقميصه في نهارها. خدمه غير بسيطه ولكن راها كتجي خفيفه وانيقه في نفس الوقت. يعني شوفوا معايا وتابعوا جلابه هي لبستها لكم، راه مخدوم غير بالابره والخيط ومنبت على شكل الحبيك.
ونفس الطريقة بالنسبة للقدام، اخترعت هذه الطريقة كتجي سهلة. وزينتها بهذوك الأحجار، ممكن نتوما تختاروا يعني أشكال أخرى في الأحجار وحتى في التزيين، كيبقى لكم نتوما الاختيار. شلابة كما شفتوا معايا كتطلع يعني جميلة، خصوصا مع تنسيق الألوان. شوفوا معايا لكم حتى هو كيفاش جا، كتبان الخدمة مواتية للون الأحجار ومواتية حتى اللون ديال القميص. هانتوما شوفوا معايا خدمة الجلابة كي جات متقونة. ما كنخدمش بالخيط، من الاحسن نخدم بالحرير باش كتجي مفينيه مزيان. قرب لكم الكاميرا تشوفوا احسن، يعني بغيتو تخدموا جلابه للصيف يعني طريقه سهله ومبسطه. هالكمايم هما مفينين من هنا بلوغلي من الداخل، ما كاينش ديفو. ومن الامام شوفوا كيفاش كتجي، يعني غتصلح عاد غتبان ان شاء الله مزيان. نبداو على بركه الله. كناخذ الحرير كنبرمو غير على زوج، كنخليو هاد الدائره شوفوا معايا مزيان. غادي ندخلو هنا وغادي ندخلو في هاد الدائره اللي كاينه هنا مسدوده، وغادي ندخل. كنحتاجو من طبيعة الحال الزمرد، وناخدو البراء ديال الراندا اللي غادي يدخل فيها هاد الزمرد، نجربو عند مول الحرير اللي كيبيع البائع الحرير اللي كيبيع العقيق، هو غادي نجربو عندو الزمرد ونشوفو البراء واش غادي تدخل ولا لا، حيت البراء ما كتدخلش ديال الراندا خاصها، لكن إبرة ديال الراندا خاصة غير بالعقيق. شوفوا معايا طريقة سهلة سهلة توجدوا جلابة في نهارها بإذن الله، كتجي كلها مسدودة فيها افتيحات في الجناب. بغيتو ديروها في صالة مخزنية أو جبلية أو حتى في صالة عادية أو إيفازي، كيبقى لكم نتوما الاختيار. هذه أسرع جلابة ممكن توجدوها، خصوصا هي كتجي زوينه في التوب ديال الكريب، كتجي الخدمه مع التوب طايح كتجي الخدمه متيوله وزوينه ان شاء الله غادي تعجبكم. غير تبعوا معايا، كنحاولوا نشدوا غير شويه بالنسبه للمبتدئات، ما تطولوش الخيط باش ما يمحنكمش في الخدمه، ديروا الخيط غير صغير صافي. وكنزيرو وهاد اليد كتثبتو بها الخدمة، ندخلو عقيقة أخرى والستر كديرو ليه طريقة أخرى في التركيب ديال أو التنبات ديال العقيق. بغيتو ديرو نفس الطريقة ممكن، انا تعمدت نوريها لكم مخدومه باش تعجبكم ان شاء الله وديروا بحالها. هي الجلابه كيبقى كتبقى الفصاله هي الاساس، الا كانت الفصاله مضبوطه اي خدمه درتوها فيها راه كتواتي الجلابه، وخصوصا بالنسبه لجلابه الصيف ما كتبغيش تكون طرو شارجي، كتكون الخدمه غير خفيفه. حتى نكمل ونوريكم الصدر اشنو درت فيه، نعطيكم غير افكار وانتوما طبيعه الحال كتكملوا من عندكم. والشوشه كتدفعوها تخدم، حيت الشوشه جلابه المغربيه معروفه بالاصاله، جات الشوشه ضروري كتكون في الجلابه.
والشوشه البلديه هي اللي غالبا كنخدموا بها، ما كديموضاش، كتبقى دائما دارجه في الموضه. كاين حتى شوشه العقيق، بغيتو تخدموهم غير بوحدكم ممكن. صافي هنا كملت هاد الخيط الاخير، كتدفنوه غير هنايا في هاد الجنب هذا. دائما ملي كيكمل لكم الخيط كتدفنوه غير هنا. صافي ها هو ما بقاش كيبان، غنقطعوا داك الزائد بالمقص. غادي نوريكم الصدر، وبالنسبه للشوشه غادي تركب هنايا، كتدخلوها غير بفيلين من هاد، حيت كنخلي واحد الثقب من هنا. هاد الثقب اللي هنايا هو اللي كتدخل فيه الشوشه، وكنشدوها غير بالبرع، كتخرج من هنايا الشوشه. ها نتوما شفتوا فين كاينه الخياطه حابسه، هنا فين غادي تخرج من هنا الشوشه، من هنا غتبقى الشوشه خارجه، ومن هنا غادي نخيطوها يا اما بالماكينه ونديروا لها غيطمو، ولا باليد كنمشيو من هنا. انا باقا ما وجدتش عندي الشوشه باش غادي نوريها معها معاكم، غنوريكم الامام. درت هاد الاحجار، ممكن نتوما ديروا افكار اخرى. انا درت هاد العقيق هنا، غادي نوريكم كيفاش خدمت غير العقيق. مثلا غتخدموا ثلاثة او أربعة، غادي ترجعوا عليها. مثلا خدمتوا ثلاثة، غترجعوا هنا على هاد الاولى، ثانية واحد زوج، غادي تخرجوا الخيط من هنا وتعقبوا تشدوا ثاني ثلاثة، وتعقبوا ثاني ترجعوا على هادي، وانتم غاديين حتى كتكملوا. ملي كتكملوا عاد غدوزوا التنبات ديال الاحجار. احجار غادي تبداو بهادي حيت كاينين فيها ثقوب، ها هما غادي كاينين جوج ثقوب من هنا وكاينين جوج ثقوب من هنا، ها هما كما شفتوا معايا. غادي دائما تثبتوا الحجره باليد، واليد الاخرى هي باش كنخدموا باش كتبقى في بلاصتها. كنتو مبتدئات ما عرفتوش يعني جيبوا احجار في بلاصتهم، ما عليكم الا تراسيو بقلم الرصاص، كتحطوا كل وحده فين غادا تجي كتحطوا لها بلاصه بالقلم، وكتشدوا وكتنبتوا. حيت حتى هادو ها هما فيهم هنايا الثقوب كما شفتوا معايا، غتمشيو تجيو على غير على هاد الثقبين اللي كاين هنا وكاين اللي كاينين هنايا. غندوز معاكم دابا البياسه الاخرى، ها هي القميص. درت ليه غير سنان بالدرس ديال جوج سنات، كندير ليه هاد الكروشي هنا باش ما يبقاش الخدمه مفتوحه. ها هما التركاب ديالهم ساهل، غير كتشدوا هنا هاد الكروشي كتمشيو عليه بالبره وكيتسد من هنايا. وزينتو درت ليه هاد الزمرد والاحجار من هنايا كما شفتوا معايا، غير باش كنخرجوا على القاعده ديال العقاد. درت هاد الفكره هادي، نتمنى تعجبكم. انا خليت وحده، تعمدت نخليها باش نخدمها معاكم. شوفوا معايا دابا نهنيت، غادي تشوفوا حتى الجلابه الاخرى كيفاش غادي تخدموها باش تنبتوا الاحجار. دائما كتحسبوا لي سباس ولا المسافه اللي عندكم من هنا. بالنسبه للمبتدئات ما عرفتوش، غادي تحسموا بالسنتيمتر من هنا لهنا، وديروا ان طغي واحد الخط بالقلم الرصاص. انا ما درتش هذيك الطريقه، درت طريقه سهله، نحسب غير الخدمه واحد زوج ثلاثه الرابعه كنخدم فيها. مثلا ها هي واحد زوج ثلاثه، ها هي الرابعه غادي نخدم فيها. بالنسبه لكم نتوما ما تشكل عليكم الامر، ما عرفتوش غادي ديروا غير قلم الرصاص وغتراسيو به المسافه، وتكون مضبوطه نفس المسافه اللي خصها تكون عندكم. ها هما الثقوب اللي قلت لكم قويله، ها انتم قربت لكم الكاميرا باش تشوفوا. هذه فيها الثقوب كلها دائره الثقوب، غادي تحاولوا تثبتوها. ها هو الخيط، ها هي، وغادي نشدوها تتشد لينا مزيان. غادي نشدوها من الثقب الاخر واللي مقابل لي،
ثبتوها مزيان، دائما كما قلت لكم البساطه كتلعب دور كبير. تكون غير الخدمه متقونه، اي ديزاين ولا اي حاجه بغيتو تزينوا بها اللبسه ديالكم كتجي حلوه وزوينه وانيقه في نفس الوقت. دابا هنا كملت ثبتت الحجره، ها هي شفتوها معايا ثبتت في بلاصتها. دابا غادي ندوز التركاب ديال الزمرد اللي غادي يكون دائرة عليها. غادي نحتاج 10 د الحبات ديال الزمرد، غادي ندخلهم دقة واحدة دفعة واحدة، 3 4 5 6 7 8 9 10. أتمنى هاد الفكرة ولو بسيطة تعجبكم. ديرو قميص دابا كيكونوا إن شاء الله في هاد الصيف مناسبات، لبسوه أو لاستقبال الضيوف. وغادي تشوفوا معايا مزيان، هنا كملت دابا التركاب ديال الزمرد. غادي ندير دائره، وفين ما انتهى عندي الخيط غادي ندخله لزوج، نشد جوج، ها هما شديتهم، ها هي الدائره. ومع ذلك غادي ندخل في الثوب ونخرج باش يثبت لينا الزمرد، ما كيبقاش يتحرك من بلاصتو. غادي نثبتوه وغادي نشدو بجزوج بالزوج، شوفوا معايا، وغادي ندخل في الثوب ونخرج ونشد تاني بالزوج ونثبت. انا كنشد في الثوب وكنثبت. صافي ها هي دابا تبتت عندي. غادي نخرج الابره من التحت وغندير العقده، صافي، ونقطع الخيط. هادي غير كفكره بسيطه، كاينه افكار متعدده. ديروا غير الاحجار بوحدهم كما شفتوا في الجلابه سابقا، او ديروا الزمرد مع الأحجار. وتحصلوا إن شاء الله على هاد النتيجة كي شفتوا، كتجي في بلاصة العقاد. أتمنى الأفكار اللي عطيتكم اليوم يعجبوكم وتطبقوهم، خصوصا احنا على أبواب الصيف بإذن الله. البسات متيولين وخدمة بسيطة، وكما قلت لكم رجعوا للدروس السابقة إلا بغيتوا تتابعوا الفصالة ديال الجلابة أو القميص. نزلوا للدروس السابقة مع أم أميل الإبداع في الأسفل للفيديوهات. هاد القميص الكروشي ضروري خصنا نحيوه، يعني ب
شويه احجار او زمرد. انا نشوف معكم كيفاش غادي نوضعوه. نحتاجوا لهاد الاحجار او الزمرد حتى هو كديروا هنا في هاد الثقوب اللي كاينين هنا. انا يمكن غادي نكتفي غير بهاد الاحجار. نشوفوا جميع، شوفوا معايا كيفاش غادي نوضعوا، خصني حتى ندير ليه التخطيط عاد نوضعوا. شوف الشكل اللي غادي يعني يواتي اللبسه واللي انا غادي نكون مرتاحه فيه. كان ندير بزاف الاحتمالات، الاحتمال اللي ارتحيت فيه هو اللي غادي نخدمه ان شاء الله معكم. انا عجبني هذا الشكل، وانتم في نظركم خليوا لي في التعليق الجواب. انا غنخدم هذا الشكل هو اللي يناسبني. تخليوا لي انتم التعليق ديالكم ان شاء الله. شوفوا معي، انا قلت هذا الشكل هو اللي غيتماشى معي. بداو على بركه الله، نديروا هذا الشكل اللي قلت لكم. ديروا ثلاثه، وحده هنا وحده هنا وحده هنا، وغادي ننقزوا هذه ما نديروش فيها، ونديروا ثاني وحده هنا وحده هنا وحده هنا. وكما قلت لكم بغيتوا تعمروا هاد الثقوب بالزمرد في نفس اللون او الديكرادي، يكون مثلا غوز مغلوق على هذا شويه في هاد الثقوب، ممكن يبقى لكم انتم الاختيار. غادي نبداو على بركه الله. كما قلت لكم هاد احجار راه فيها الثقوب، ها هي. نشوفها معاكم هنايا، ها هي كاينه هنا. وغادي ندخلوا في هاد الدائره اللي هنا، وغادي نوضع هنا مباشره. نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا معايا هنا في هاد المكان هذا. كاين ثقب اخر غادي ندخلو فيه حتى هو. حيت هاد الاحجار كل احجار والشكل ديالها يمكن كتكون فيهم الثقوب. وغادي نثبتو بالابره. غادي نحاول ندخل ايديا باش نتحكم فيها اكثر. دائما كنخرجوا غير من الثقوب اللي عندنا، وكنحاولوا نثبتوا مزيان باش ما تبقاش تحرك لينا الحجره. راه كاينين ثقوب غير تبعوا. ودائما غادي ملي تبغي تشري ماشي تمشيو للدار، غادي كيما قلت لكم كتجربوا الابره اللي غيدخل فيها لا الاحجار ولا الزمرد عند البائع. صافي انا ثبتها، غادي ندوز الاخرى وكتعقدوا. ديروا عقده في الخلف، ديروا زوج عقدات باش تاكدوا مزيان.
انها تبتت. ندوزو الحجرة الاخرى نوضعوها هنايا، شوفوا معايا. تابعتوا معايا جميع طريقة ديال تنبات للزمرد ولا الأحجار. نتمنى الأفكار البسيطة اللي قدمت لكم اليوم تنفعكم، حيت ممكن تطلعوا جلابة وقميصة في نهارة خصوصا في فصل الصيف، كنحتاجوا لبسات أو جليلبات أو قميصات خفاف نلبسوهم. وفي الأخير أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا دائما كما عودتكم الصلاة على النبي.